يلا تفضلوا. السلام عليكم، اسمي ناصر أشرف ناصر، أنا بنت الشام، أتعلم لي على خلق الله وشعر الحاج سلام عليكم. نقول بعشر على نفس العشر عمل بكرار لينا بستوب ليه سمح لك بالأول تحكم على الخلق بسلوك ليه سمح لك بالرب يلي انت بتحكم بالموت وقال عقلك بيكوكا وكنت العرض العيوب يكتب له في عيوب الناس الرحمة أساس الجنة فيه كل حيمشي ومش دليل ومن حكيلك متح حساب ليه بتفتح باب مليان عودة مش حيعيش قد العمر المدى قول يا سلام أولها سلام وأخيها وداع كل عيش على طريق في الجيل الوزام الوزام فيه من الجسم الكلب والخلبين عدد الخلب حديد الكلمة الحلوة أحلى دي واللي هادي بهادي الكلمة تكون إيه شعبك حد وتوجع حب شعبك شكل ولا بلمح وبقي زمن ويقع على خلق الله الشرك وزدوه وكيلة سعيد قلوبنا مليانة عيوب وعيوب الخير مكتوب والأذى مكتوب في كتاب محسوبة فيه أفعال ميم أو اصلح الحال للكلمة الحلوة حتبقى في كلمة الحلوة حتبقى القصر أتى رمضان مزارعه والعباد وتطهير القلوب من الفساد فعد حقوقه قولا وفعل فزادك تتخذه للميعاد فمن جمع القلوب وما شقى تعواه نادما يوم الحسد وشقى. خلاص كده؟ في